اهلا كديري لاباس عليكم، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم غندير لكم بارتو من تجهيزات دخول مدرستي. كنت درت لكم الجزء الاول شريت الحوايج الكرطاب كول الكرطاب شريته، كان شريته لي جداتو. دابا نوريه لكم مع الكتوبه. المهم اليوم قربت القرايه ومازال ما شريت ليه حتى شي حاجه، ما ساليتش. اليوم ان شاء الله غنمشي غنديو غنتقدا ليه الكتوبه والادوات، وهذه الادوات وهذه الكتوبه وداك الشيء يكون سبيسيال عاوتاني ياك. كاين غنتي ترسم هذه مساحه، خصك ممساحه، وخصك قلم، وخصك ستيلو، ومنجره. داكشي كامل هو اللي غنمشيو نتقداو دابا. قال لي قبيله ماما قال لي انت معلمه صافي بلا ما نمشي للمدرسه، غندير لك معلمه وغتشد. اصلا ضروري غنشريو ليه سبوره باش نبقاو نخدموا معاه في الدار. غنشري ليه كلشي، المهم كلشي. دابا العام الاول ديالو هذا لا مويان ولا لا غروند؟ لا غروند، لا غروند الدري كبر. ولدك باش كيقرا. نمشيو. يلا ليتس جو. اللي اول مره يشوف القناه ما تنساوش سبسكرايب. ما كنهضر. ما تنساوش سبسكرايب وفعلوا الجرس باش ديما يوصلكم الجديد، وديروا لايكات وكومنتات زوينين. يلا ليتس جو. نمشيو كارفور. غنمشيو المهم غنمشيو نمشيو للكتوبه. يلا الكتوبه والادوات. زايد. هاي 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 على لي زاكسيسوار. الناس كيتهلاو في الطوموبيل ديالهم. واش هاد الشاس العزاوي؟ عرفت عليك الكلاب. هي عزازين عليا الكلاب، كنحماق عليهم شي شاس الكلاب. شوفوا شوفوا شحال زوينه. واعره. وينو وينو شوفي سمي. نعم شريف. باش كيعجبني كنجيب الطوربي كيتحرك راسو. بصح هانز فراني فراني شي فران. بلا ما تحرك هاتي شحال زوين. المهم دابا الا سمحتي، غير الا سمحتي خليني نقول لهم شي حاجه. عفسوا خوتي ما تغامروش بوجهكم، خصوصا العيالات والعيالات ما تغامروش بوجهكم كما درت انا. شوفوا واحد الكارثه، حنقرب لكم ونزومي لكم شوفوا وجهي. سيكاتريس. سيكاتريس واحد اللعيبه هنايا. كنت كيف ما شفتوا الفيديو ديال العزاوي، كنا درنا فيه واحد الشوتينغ، وانا ما كانش عندي الوقت باش نمشي لذاك الصالونيت اللي درت فيه الشوتينغ. ما بغيتش زعما نضيع الوقت، وحدايا الصالون قريب ليا، قلت نستغل الفرصة قريب ليا ومزروبة وداكشي، ونتو مشيت ليه وقلت للسيدات دير ليا الخيط، وانا وجهي كندير ليه الخيط ولا حلوة. اللي كيعرفوا حلوة الناس ديال الصحراء. ونطو قالت ليا انا ما كنديرش الخيط حيت فمي دايرة ليه لي باك وما عجبكش الشيء والدرسام ومشي لعبات. قالت ليا ونطو قالت لي ندير لك لاستر لوجهك، ودرت ليا لاستر بدوك القوي عطات، وشوفوا واش دارت ليا لوجهي. هادشي راه غير قلت لها ودي راه انا ما كتجيش معايا، وراه هذا وهذا وهذا وهذا، وفي الاخر خسرات ليا وجهي. الله اكبر. ماشي مشكل كيوقع. غير هذه نصيحه. لا دابا حتى هي خصك تقوليها لها، تقول لها شنو وقع لوجهي. وراه مشكله هذاك هي ما تبقاش دير نفس الغلط. خصني نعاود نرجع عندها على هذا الحساب. هي راه الاخطاء كيوقعوا، خصها تعلم باش ما ديرش داك الشيء لوحده اخرى. ماشي عادي. ولكن شي حاجه اللي ما كديرش لوجهها راه ما كديرش، لان جوج صالونات من مور داك الشيء. لا جوج صالونات من مور داك الشيء قالوا لي ودي راه حنا لاصير ما كنديروهاش للوجه وخصنا هاد لاباط. السيده واش كانت عارفه ولا ما عارفاش؟ وهي قالت لي انا ندير لك راه مزيانه وعلى حسابي. وراه قولي ليها راه هذيك ما عمرك ديري هادشي مره اخرى، راه ما حيت راه شنو درت لي وجهي. وانا ما بانش لي هادشي سير بلاص، انا غير وجهي ضرني. وقلت لها ودي راه ضرتني هاد البلاصه هادي ما عرفتش علاش. قالت لي ندير لك بيافين، دارت لي بيافين وقالت لي ما تمشيش للشمس وصافي. ومن بعد حتى جيت للدار بالليل عاد بانت لي الاماره. ايوا لا اله الا الله فيها خير. ردوا البال البنات، ردوا البال من بعد. شوفوا التمارة كامل، وشوف كارفور فين كاين، وحنا فين جينا نبلاصيو على قبل. هي عرفتوا راه واحد عامر 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 بزاف. جاب الله كاين هذا البارك، هذا البارك المفتوح. يا سلام نحيد من الطريق. عرفتي اللي هي عرفتي كي عامر راه بزاف ما يمكنش. صافي الصيف سالا، هادو ما بقى بغاهم حد. عرفتي كيمشيو بهم الجبل. ايوا شتي ولكن وهذا الشيء وهذاك الشيء للور. ديروا لايكات اخوتي، وصلوا الفيديو 30000 لايك، غنديروا شي 3 ايام في الجبل. واو شمن جبل في الجبوله؟ شو شي جبل فينا واحد الا قاعد ندوزو وقيته. انا اذا نضمون دي انا على شي وحده من هادو من دابا. صافي والله ما جايين نشريو السبر ديال ابراهيم، جايين نشريو الكتوبه. شو مالك وخويا؟ راه انت راه صبعك كيضرك، راه ما خصكش كاع تلبس السبرديله. لا لا هادو ما نبيهمش، نمشي للطبيب. شوف اخوتي الله يرحم لكم، غادي نكتبوا ليه في ميساج يمشي عند الطبيب. راه ما باش يمشي عند الطبيب. يلاه فضحتك والله الا فضحتك. صبعو كيضرو، ما باش يمشي عند الطبيب. قال لك قال لك ما يدير ليا والو. شنو النمره في نظركم كنلبس انا؟ يلاه كتبوا في كومونتيرات. خليهم هما يقلعوا. هام هاي كبيره، هاي كبيره. شو قداش؟ شحال هادي؟ 43. 43 راه غتجي قدك والله الا 43 كتلبس. دابا شوف غنتحطوا. انت قلتي شو شوف وشوف قلتي انت 44. شوف 44 قداش؟ انا قلت ليه 43. يلا قيس، يلا قيس
والله حتى غتجيك 43 بزاف. لا لا واخا لا لا خصك تقيس. شوف قيس قيس كبيره. انا قلتها لك ما كتسمعش. حنا العيالات راه كنعرفوا راه احساس كنحسوا. قيس 43 هي اللي غتجي قدك. هادو دايرين 100 درهم ما عرفتش البلاصه. لا دايرين 119 درهم 19 سهلتيها. يلا بصحه بصحتك وبصحه. بلاتي نقيسها و بعدا قول لها داك الصحه. المهم بغيت المهم بغيت عليا. المهم بغيت غير نقول لكم بلا راه ما شراش باقي الصفر ديالها حقاش ما جاوش قدو كاملين. نقول لكم نوع نوع الرجل ديالي هي رجل فطحه. الفطحه هذه هذه واسعه واسعه بحال هكا فهمتي. دابا شنو الحل؟ الحل هو انه يمشي عند شي خراز ويفصل الصفر ديالها. لا 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 كاينين ذاك النوع ديال الصفر ديالها ديال الرجلين اللي كيكونوا اعراض من الجنة فهمتي. فين غنلقاوهم؟ ما الصفر ديالي تيكش كنلبس حياتي كامله والصفار دوك الباطوكات وداك الشيء ياك كاينين بحال هذوك اللي طوال ولكن كيكون واحد السيل ديالهم مختلف. علاش نصح لك شنو خاصك انت من الاخر؟ خاصك دوك الصبابط ديال الكلون دوك كيكونوا منفوخين من القدام كبار. ها ابتسام وجدات الوريقه راك المعقول. ها انت باش نبداو؟ نبداو هذه فيها الواجبات وكل شيء. نبداو بالتفاطر. يلا بداي بالتفاطر. شنو خاصك؟ التفاطر شوف جوج تفاطر من فئه 50 ورقه بدون سلك. يلا يلا سير. ها هما التفاطر ديال 50 ورقه الاولين بلا سلك ياك يا يونس؟ صافي ضربتي عليهم. الاحمر ما كاينش. الاحمر ما كاينش انا نضرب على البيض هو اللي كاين. السيد شاد معنا حنايا خدام معنا حنايا. الله يعطيك الخير شكرا. ها هو غلاف بيض ديال واحد خصنا الحمر حتى من بعد نشدو. الحمر ما كاينش. تقادا ياك؟ ولكن يكون من بعد في السطوك الا جاو. لا السطوك مازال كاع ما دخلت الساعة ما بقاش. صح. هاكا حنا جينا معطلين. صافي عطيني دابا جوج دفاطر ديال 100 ورقة حتى هما بلا سلك. جوج تفاطر 100 ورقه شدينا 50 دابا ديال 100. دابا ديال 100 ابتسام هادشي كثير. هو والله كيقرا في لاكغوند راه ماشي. اه هي انت اه هي واش هادشي غير لاكغوند؟ وشوف نشريو التفاطر هما الاولين عاد نشريو الملونات والاقلام وداكشي صافي. اي الالوان هو باغي غير رسم غادي للمدرسه غير باش يرسم. شوفي شنو كاين تما. دابا غيجيب لنا التفاطر. دابا غيعطينا غلاف ازرق غلاف اصفر غلاف اصفر. ها غيكونوا هنايا غلاف ازرق غلاف اصفر. والله ما كاينين شي حاجه ما كايناش تنشدوها في شي بلاصه اخرى ماشي مشكل. ايونس شو عقلو غير مع هذا الشيء هو. بغيتي هذا ديال طومان جيري؟ اه ولكن اصلا يدير ليه غلاف المهم الديكور ديالو زوين. ها هما شحال تما؟ 4 ديال 100 ورقه. 4 ديال 100 ورقه. هاك جوج ديال العربيه واقيلا جوج ديال الفرنسي راه ما عرفتش. شوف ها هو هزها وثاني ستيلوات ما غالياش. شحال كدير شحال كدير؟ 160 10 غاليه شويه. يلا حطها تما تنشوفوا. يلا او خصنا دابا داك ديال السنديباد. عقلتي عليه ابتسام؟ بحال ديال السنديباد عقلتوا عليه. كان واحد الفطار ديال 24 ورقه بحال ديال 48 باج كتعني 24. داكشي علاش داك ديال 100 فيه 192. هاك ما كاينش داك ديال السنديباد عقلتي عليه. فين هو ديال الكتب يا السنديباد؟ كان هذاك ديالو حرش. ما عرفتش شنو كاين. هذا غلاف كحل وغلاف. خلي الغلاف حتى الاخر. شو التفاطر؟ 50 ورقه. 50 ورقه واحد ديال 50 واحد ديال 50 ورقه. هو هذا 48 ها قلبي على ديال 48. شوفي ديال ديال 50 ديال 50 كتشدي كتقلبي. ها هو ها هو وقيل ديال 50 هو 96. 96 مكتوبه فيه 96 لور. شوف ها هو قلبي نشوف. دابا هذا هذا رقيق على هذا. شوف اه هذا هذا ديال هذا راه كبير فهمتي. هاكاك المهم نعاود نشرح لكم. ديال 24 ورقه كتكون مكتوبه فيه 48 باج يعني الدوبل. وديال 50 ورقه كتكون مكتوبه فيه 96 باش تجيو تقلبوا راسكم. انت فهمتي؟ فهمت. يلا حطيت يونس هز اللعيبه ديالو. شوف ها فيها هاد الفاطر دابا باقي ما درناش فيها الاغلفه وداك الشيء الاخر ياك ابتسام. مازال شحال من حاجه ما لقيناهاش. فين هو وريني وريني شنو كاين مازال شنو خاص. ها هاد الشيء كامل هنا هادشي كامل. اوه هاك يمكن يمكن لقينا واحد اللعيبه مكتوبه فيها هيستوريز يمكن قاصدين بها مذكره يمكن. شوفي دابا انت خذي مذكره بحال دابا هادي خذي هادي حتى يقولوا لك هما شنو. ياك يونس زوينه هادي فيها الايموجي زوينه. يلا حطها هذا ديال الانس كيعاود يرسموا فوق الدراري الصغار تيستعملوه في الرسم. واش ما استعملتيش ورق النسخ؟ كتحطيه فوق شي حاجه وتترسمي بها فهمتي. اه شي مقا نعلموك ابتسام نعز اخويا يونس. هادو غتبقى ترسم فيهم شتيهم. ها كيتلصقوا في التفاطر تاع السميات كنسقوا فيهم. تشديهم شي مكتبه شنو اخر تما؟ عطيني لوحه هما هذا قلم لبدي هو الطباشير. الطباشير
زيت خاص واسفنجه من حات ديال ابتسام اجي يونس اجي عزل اللوحه اللي بغيتي ماشي هذا ولا بغيتي هذا شوف كاينه هذه الصفراء كاينه الزرقاء هذو ديال الفطر هي بغات ديال الطباشير يلا شمن لون بغيتي يونس كاين اخضر كاين هذا ازرق كاين اصفر شنو بغيتي ازرق ديال الدراري اختار الزرق ناضي قداش فيها واقيلا طباشير ابيض هذا نشدو واحد ابيض واحد من الاول صافي عطينا واحد ابيض واحد من الاول عرفتوا رانا كان كيسحب لي واش الطباشير نقار هذا ابيض عقلتي باش كنا كنضربوا على سبيسيال كنشفروه من القسم المهم هو الطباشير هو الملون هو البيض هو الملون ها هو خدينا يونس ها هو شفتو تاخذي غير هذا هذه اللي داكتيره عليها غير هذه غير هذه بركه صافي هذه مزيان ها دابا القضيه بدات كتحماض هادشي الصغيور هادشي الصغيور كيكشتر شنو فيهم ابتسام قراي من جارة ميم حاج واش اخر قلم الرصاص صفحه بيضاء زيدي ورق مقوى او الدراري و الخوت هادشي كامل غقومات ومن جارات بالاشكال والانواع دابا كنختاروا دابا فينا هما بعدا القومات وفينا هما المنجارات هما قومات هاي القومه هذه زوينه لا باين ها قومات اجي ها قومه ها قومه باش تمسح حياتك هاك ضي ها زايا خوت فينا هما شنو باقي اخر عطيني منجاره بغيت منجاره ها المنجارات يونس اجي تشوف اجي خاصك منجاره شوف هذه زوينه وكاين الا كانت منجاره غالبا منجاره لا منجاره هذه هي منجاره عاديه هي منجاره عاوتاني هذه زوينه سامبل غنشوف فيها جوج هادي شوف هادي كاع ثلاثه هادي مخيره هادي خذ هذيك حسن اقتصاديه هاك من جارات باش تنجر القلم ياك عرفتي اش كيديروا بالقلم كيكتبوا به لبي اش هلا ما خوتي شنو كاين تما هادي مازال فيها قومه ثلاثه الاقلام وفيها قومه دابا كاين قلم تما عندك ثلاثه الاقلام هما قلم رصاص صافي جدي ثلاثه خل تعطيك غير واحد دي معاك غير واحد ها سير زاهي يا خوتي ياك هادو ملونات ولكن الصراحه بانوا لي الملونات غاليين واحد شويه حيت كاين شي وحدين كاليتي كيطلبوهم شي مدارس خاصين بواحد الرسم معين وكاينين العاديين وكتشوف انت وجهتك كاينين الغاليين وكاين الخاص حنا شدينا هادو ديال 19 درهم حيت صراحه كل واحد كيمشي على جهته يعني 30 درهم واو واو ولكن كما قلت عندهم الطور ديالهم بلاتي بلاتي ابتسام العجينه شحال من مره شرينا ليه هذه في الفلوغات كل عرس وخفيتها ليه ها انت شوفي تشدي هذه رخيصه ب 16 درهم هاي هذه مزيانه هذه رخيصه وكبيره وفيها الطباعه شدي هذه رخيصه عرفتي علاش هذه 29 درهم فيها كثيره وفيها غير هذه ما عرفتش من عجينه غير بغاو ما يومش انت هذيك عجينه هكا ناضي دير هذه في الشبكه دير هذه في الشبكه حيت تنكرينا هذه هذه كتبان لي ما صالحاش للمدرسه ما فهمتش المهم دينا هذه هذه بحال هذه اللي كنا كنديو حنا ياك ابتسام هذه اللي كنا كنديو ها هي او زاهي اخوتي ادوات فين وصلنا هاد ورق مقوى دايرينها على جوج المرات ومترجمينها لنا بالفرنسيه واقيلا كل وحده وسميتو هذه مقوى للرسم وهذه مقوى للرسم ما تفسيرو غاليه شويه انا وابتسام كنتخاطروا شحال غنخلصوا غير هنا في كارفور شحال في نظر بهاد الادوات اللي شفتو انا كنقول شي 6000 ريال 300 درهم انا كنقول 200 درهم يعني اللي خسر هو اللي يخلص مشات اللي خسر يخلص صافي زدتي واحد جوج تويشيات تما غتكون فات ديك 200 درهم اللي انت متوقع علاش زدتي هادو هاد الوراق راه غاليين هذا ورق مقوى وهذا ورق ديال الرسم وعاد كاين عاوتاني واحد اخر هذا شتيه هذاك بوحدو غالي شتي فيها اجي شري لك شي لعبه اجي لا واه لا واه اوه هي بنتك ابتسام نعم دابا شكي تشري سطاف شنو؟ هادو وعاد تشري لعب نوضها ونوض هادو غنشريهم الى قريتي مزيان وكتمشي للمدرسه وكتسمع الهضره ديال المعلمه غادي نشريو لك اللعاب اللي بغيتي صافي بيبليت اوه قلنا في الفلوغ يسالي هنا دابا بما انك شوف بما انك خلصتي الكتب وداك الشيء بقيتي فيا حيت تحطيتي معايا انا غنخلص العشاء فرحتي لا شوف انا ديجا كنت غنخلص الكتب وداك الشيء ملي خلصتهم نتايا صافي غنخلصهم انايا ثلاثه يوم فلوسك هادشي ما غالي شي 100 الله يحفظك اه شي تبارك الله ويلي شوفوا هادي بالزعتر دجاج بالزعتر بصحه يونس ويونس ما خلصتي ليه والو ياك اللي ما فريتهوش صافي يلاه بصحه وراحه تهلاو في راسكم ديروا لايكات باي باي